والكارثة صارت. أنا اليوم عندي أهم شغلة في حياتي. جوال بلا فلتر يصل لحلقاته الأخيرة. هل المشاهد عم بتشوفوها هم من آخر حلقتين ببرنامج جوال بلا فلتر على شاهد في آي بي اللي بينزل اليوم الساعة 12 بالليل؟ عن جد أميرة هيدا ببركة. لا 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 لا, 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 لا. وحنشوف كيف حتتطور قصة هالعيلة، خاصة زواج جوال وكمال اللي مر بظروف صعبة بأول الحلقات. هم وراح عن قلبي، وأنا بقيم بشغلة إنه الحب الحقيقي ما بيموت. بس مثل ما بتعرفوا حياة جوال مليانة دراما أنا ومفاجآت ما بتنتهي، والكارثة صارت مثل ما حيصير معها بأهم يوم بحياتها. شعري عم بيوقع وأنا عم جن. أنا اليوم عندي أهم شغلة بحياتي. وأكيد بهيك يوم جوال ما قدرت تمسك دموعها، فحتبكي وتبكي كل الموجودين. وهذا مش كل شيء، فكلكم بتعرفوا قدي براند اللانسز اللي أطلقتهم جوال مهم بالنسبة إلها. وبحلقة 9 حتعيشوا معها التفاصيل، فهي لما بتشتغل على شيء بتركز فيه لأبعد الحدود، والأفكار عندها ما إلها ليميت. سفرته من LA ليجي عمل التاتو.